سيدة تهدي زوجها ونش ورد بمناسبة عيد ميلاده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أحبائي متابعي قناة ماما نونا ترند. النهاردة الفيديو مختلف، كله بهجة وتفاؤل. أهدت سيدة أردنية في محافظة مأدبة زوجها ورد محمل على ونش، وكتبت من خلاله كلمة love you بمناسبة عيد ميلاده. وأرفقت السيدة مع الونش يافطة مكتوب عليها عيد ميلاد سعيد لأغلى الناس، إلى زوجي وحبيبي وأبو أطفالي، أنت أغلى هدية أعطاني إياها الله عز وجل، عيد ميلاد سعيد. وانتشرت صورة الهدية كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت التعليقات عليها كونها تعتبر حادثة غريبة على المجتمع الأردني. صراحة هي بقت حادثة غريبة على العالم كله في ظل ما نراه من مشاكل زوجية وأحداث غريبة. حفظهم الله وأسعدهم. أعزائي لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في خير.